وحدة الإنتاج المرئي والمسموع. يعني هنا ده الفريق اللي شغال بشكل مستمر، شغالين على إزاي يحولوا بقى الكلام المعقد لطريقة لآلية سهلة مبسطة جذابة تشد انتباه المواطن انه يشوف المنتج النهائي يقدر توصله المعلومة بشكل مبسط. عظيم جدا. اتفضل. طيب اتشرف بحضرتك الاول. عفاف يحيى، اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك احنا هنا المفروض ان احنا بناخد محتوى معلوماتي متكامل عن اي موضوع احنا بنتناوله، مثلا زي جهود الدوله في اي مشروع قومي او انجازات الدوله مثلا اللي بتتم خلال فترات معينه، ملف زي ازمه كورونا بنشتغل على بالتوازي ملفات طارئه او امور مثلا. يعني شايف مثلا دلوقتي في كورونا، لو حضرتك مثلا رجعت لنا، مساء الخير الاول، لو رجعت لنا الصفحه دي، انا شايف مع وزارة الصحة جايبين أعراض كورونا فشكل مبسط لطيف جدا، احتقان الأنف، التهاب الحلق، صعوبة في التنفس، طرق الانتقال 1-2، فحتى طريقة الإخراج مبسطة بطريقة للمواطن البسيط يقدر يستوعبها ويقدر يعني يقدر ياخد كل المعلومات الكتيرة اللي احنا ممكن نكون بنقدمها مثلا بشكل بسيط ويقدر يستوعبها، ويعني بشكل ممكن يعني مثلا لو جبنا بقية الانفوهات أستاذ محمود بعد إذنك، هنا طرق الوقاية مثلا احنا كنا بنتابع الأزمة أول بأول، بنقدم له كل حاجة ومواكبين الموضوع خطوة خطوة. بعد كده بقينا نعرض له مثلا البي سي آر بيتعمل إزاي، كمان بنعرض برضو عن القرارات والإجراءات اللي الدولة اتخذتها عشان خاطر يبقى فاهم، ما يبقاش معرض للشائعات والجدل اللي بيحصل في الموضوع ده، والأنشطة المستثناة. بعد كده عرضنا ملف كامل عن الإجراءات اللي الدولة اتخذتها. هنا حبينا نوضح بشكل متكامل خطة الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا بالتفصيل، الإجراءات اللي الدولة أخذتها من أول القرارات الرئاسية زي ما حضرتك شايف، دخلنا بعد كده على القرارات أو الإجراءات الفورية اللي قامت بيها الحكومة لمواجهة الأزمة، واتكلمنا على كل الوزارات من مصادرها، جمعنا بشكل كامل زي ما حضرتك شايف الإجراءات اللي أخدها البنك المركزي من خلال 7 انفوجرافات بتجمع ملف كامل بيوضح للمواطن الخطة الشاملة للدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية. الفيدباك على والتفاعل اللي تم على التجميع ده، برغم ان كل الإجراءات دي تم إعلانها في حينها، عرف الناس قد ايه ان الدولة كانت متنبهة وحطت الاجراءات اللي تتعامل وخطة بشكل واضح من خلال سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الازمة، واتعاملت معها في حينها. يعني كل اجراء تم في الوقت المناسب، وده مهم حتى يبقى المواطن عارف ايه الحاجات اللي يقدر انه يستفيد بيها. بالزبط. اذا كان في اعفاءات معينة، اذا كان في رفضات معينة، اذا كان في ارجاء لاقساط او ما الى ذلك. صحيح. فدي حاجات مهمة جدا الناس تبقى عارفاها. يعني فانا يعني شيء طبعا جميل كامل يعني من مصدره طبعاً يعني بتجميع، فده ساعد المواطن فعلا بشكل طبعاً كبير انه يتعرف طبعاً على المعلومات دي. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، متشكر جدا. شكرا لحضرتك. احنا هنا من خلال الفيديو ده، يعني ده الفريق اللي شغال بقى على الشغل بتاع الفيديو، حبينا نرد على شائعة بتقول ان الدولة ما كانتش مستعدة للتعامل مع الأزمة بالذات من خلال المنافذ بتاعتها، من خلال الإجراءات الاحترازية المفروض تتم. عرضنا بشكل واضح وتفصيلي الدولة تعاملت ازاي مع الموضوع، وخلينا ان الناس هي اللي تقول، والقائمين على الموضوع بشكل واضح موثق بمعلومات واضحة. ممكن فضل. احنا يعني توجهنا لمنافذ الدخول في البلد اللي هو المطار والميناء ميناء اسكندرية، وخدنا كمان معاهم محطات القطر بحيث ان احنا نشوف ايه الاجراءات اللي الدولة بتعملها عشان نتأكد ان كل اللي بيخش مصر او سياح او كده هو ما عندوش فيروس كورونا. فتوجهنا بقى للمطار وشفنا الاجراءات، وتكلمنا مع المسؤولين الصحة والحجر الصحي من خلال ايه الاجراءات اللي هو بيعملها عشان تطمن الناس وتعرف الناس الحقيقة على الارض عاملة ازاي بالصورة الواقعية، ايه اللي بيحصل والحجر الصحي وكل اللي بيتم في
عشان احنا هدفنا كلها. احنا كان هدفنا نطمن المواطن ان الدولة فعلا مستعدة للتعامل مع المنافذ بتاعتها بشكل واضح. هنعرض هنا الشغل بتاع الموشن جرافيكس اللي بيعرض لنا برضو دي آلية مختلفة. وهنا كنا مهتمين جدا ان احنا نعرض بطريقة اسهل وابسط للمواطن عشان توصله بشكل واضح. هنا هنعرض الكنائس. ده كانت إشاعة منتشرة بشكل كبير ان الدولة ما بتقننش كنائس برغم ان في لجنة مشكلة لهذا الملف. الحكومة برئاسة رئيس الوزراء بشكل دوري بتطلع القرارات بتاعتها في الجريدة الرسمية بعدد الكنائس اللي تم تقنينها وبنائها. فاحنا تعمدنا من خلال الفيديو جراف ده ان احنا نعرض بشكل واضح ايه هو العدد اللي تم تقنينه من اول ما اللجنة تشكلت لحد النهاردة بشكل مبسط للمواطن يوصله. ومتقسمة كمان يا فندم على مستوى المحافظات عشان برضو من الشائعات اللي طلعت ان بعض المحافظات مستثنى وما بيطلعش فيها ما بيتمش بناء فيها كنائس. فبيتم مراعاة كل الابعاد اللي ممكن تكون منها شائعات او منها حقائق محتاجة تتوضح. فبيتم مراعاتها هنا وبشكل الحقيقه جميل جدا. يعني بص حضرتك تعمدنا في دي نوضح للمواطن بشكل واضح ايه هي المحافظات اللي تم من كل قرار محافظه محافظه عدد الكنائس والعدد النهائي بقى كام. فبالتالي احنا لقينا تفاعل رهيب على الموضوع ده وناس كتير قعدت شكرتنا. على فكره ده بيتحدث بشكل ده ونرجع ننشره تاني لان في قرارات مستمره لما بتطلع بتتغير بالظبط وهي بتتغير بشكل دوري وكل شويه العدد بيختلف وردنا على الشائعه بشكل واضح وما ينفعش يبقى في اي تشكيك. دي اعتقد الاسمرات بتاعتها دي يا فندم. احنا كنا مهتمين جدا في ملف العشوائيات ان احنا نوضح بالذات الدوله اداره الدوله لملف الازمه بتاعه السيول اللي كانت حصلت من كام يوم. وحبينا نوضح معلومة ان دي المناطق اللي كانت القاطنين فيها قاطنين في مناطق عشوائية دي المناطق اللي تم بنائها وانتقال المواطنين ليها. احنا هنا بالصوت والصورة رأي الناس اللي موجودة اللي تم انتقالهم للمناطق الأسمرات وروضة السيدة وإلى آخره بيقولوا كل واحد ان هم في عز الأزمة بتاعت السيول والأمطار هم بيقولوا وجه هم شايفين الوضع ازاي وان هم المكان عندهم ما تأثرش خالص وان هم كانوا بيعانوا اشد المعاناة لما بتسقط شوية امطار بسيطة في اماكن معيشتهم السابقة المناطق العشوائية. شفنا في مناطق للأسف يعني كانت أضيرة عشان هي عشوائية خطرة لكن واضح الصورة كانت فارقة جدا في المناطق والناس المطورة والناس هي اللي كانت بتقول طبعا. وكان برضو يا فندم بيقارنوا بين معيشتهم السابقة وقد إيه الأماكن كانت غير مجهزة لأي حياة كريمة وإزاي هم دلوقتي قاعدين في مناطق هم ما تأثروش خالص بأي شكل من الأشكال بالأزمة اللي حصلت الخاصة بالسيول. وده رأيهم وزي ما قلت موثق بناس بأسماء كل واحد بيقول إيه بنفسه مش إحنا اللي بنقول والصورة هي اللي بتتكلم. بعد ذلك يا دكتور إحنا صورنا وقت المطر فعلا وقت ما كانت السيول شغالة عشان الصورة تبقى حقيقية أكثر. ايوه ما انتوا حتى حريصين على كل حاجه يعني ام سما مواطنه يعني ايوه بالظبط كده.